المهم، لا ازاي اشك ان المريض بتاعي عنده جلطه دماغيه، وازاي اتعامل معاه واروح فين واتعامل فين. مريض الجلطه الدماغيه ده بيبقى مريض عادي، ما كانش فيه اي مشكله خالص، فجاه ابتدى الاتزان بتاعه يحصل فيه خلل، يعني ممكن كان بياكل المعلقه وقعت منه مش عارف يجيب المعلقه، ممكن كان بيصلي ووقع، او ممكن يحصل كان فيه تنميل او فيه خدل في الدراع عنده وهو كان كويس خالص. ساعتها لازم نفكر بشكل سريع، وشكل سريع ديت هي الكلمه اللي هنشتغل عليها، كلمه فاست، مكونه من 4 حروف، كل حرف بيدل على حاجه. الحرف الاولاني الاف بيدل على علامات في الفيس، الوجه، فاطلب من العيان اقول له انفخ وشفايفك مقفوله، فينفخ كده لو هو طبيعي، لكن لو في خلل في اي من الجانبين هينفخ كده. ساعتها هتبقى ديت اول علامه اخدها بالي منها، وادخل على العلامه الثانيه اللي هي حرف الاي، ارم، الذراعات، اقول له ارفع كده ادعي كانك بتدعي، فيرفع ايد وما يعرفش يرفع الايد الثانيه، او يرفع ايديه الاثنين وايد تنزل وايد يحافظ عليها. ساعتها اخد بالي العلامه ديت الثانيه، واخش على الحرف الثالث وهو الاس، السبيتش، كلام، سبيكينج، اقول له قول جمله ورايا، قول اسمك، فيقول اسمه مثلا ابراهيم السيد، الاقي فيه تلعثم في الكلام، لسانه تقيل في الكلام. دول الـ3 علامات بيظهروا على العيان. العلامه الرابعه دي بتاعتنا اللي هي التي، العيان ده قدامه فرصه تاريخيه ان خلال 4 ساعات من بدايه ظهور الاعراض ديت، ان لو اتلحق في اي من وحدات اذابه الجلطه الدماغيه ياخد الحقنه اللي الدوله بتوفرها بالمجان. الحقنه كانت قبل كده ب 11000 جنيه مع زياده الاسعار، بنتكلم في ارقام تانية الدوله بتتحملها بالمجان، يا اما على نفقه الدوله لو العيان مالوش تامين صحي، او على التامين الصحي، واجراءاتها بتخلص تاني وتالت يوم بعد ما العيان ياخد، يعني ما بنبصش خالص على الاجراءات. المهم عندنا انقاذ العيان. بس التي تايم الـ4 ساعات دولي لازم يروح لمكان ترانسبورت، انقله لمكان فيه وحده اذابه جلطه دماغيه، ما اروحش على مكان ما فيش فيه وحده اذابه جلطه دماغيه، اخد مني نص ساعه واخد ساعه من الـ4 ساعات الذهبيه اللي موجوده على العيان. فوحدات اذابه الجلطه الدماغيه اللي موجوده مثلا عندنا في محافظه البحيره قلناهم الـ5، مستشفى رشيد، مستشفى كفر الدوار، مستشفى صدر دمنهور، دمنهور التعليمي، ومستشفى ايتاي البارود. ساعتها اول ما بيخش العلامات ديت بتظهر على مريض عنده جلطه دماغيه او عنده نزيف في المخ، بيتعمل في المستشفى اشعه مقطعيه عشان تبين هي وضعها ايه، هل نزيف ولا هل جلطه، بيتعمل بعض التحاليل اللي موجوده.